أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هناخد فيها الجزء الأخير من درس المكثفات، وهناخد مسائل متنوعة على توصيل المكثفات اللي هو التوصيل على التوالي أو على التوازي أو الاتنين مع بعض. في الأول هناخد القوانين في حالة توصيل المكثفات على التوالي، إزاي بحسب السعة المكافئة عند القانون العام. 1/CQ يساوي 1/C1 زائد 1/C2 زائد 1/C3. في حالة تساوي الساعات، السعة المكافأة ممكن نحسبها CQ بيساوي C إحداهم على عددهم. أما في التوصيل على التوازي، السعة المكافأة CQ يساوي C1 زائد C2 زائد C3. في حالة تساوي الساعات، CQ بيساوي قيمة إحداهم ضرب عددهم. شحنة كل مكثف قلنا في التوصيل على التوالي متساوية، Q1 يساوي Q2 يساوي Q3 يساوي Q بتساوي السعة المكافأة في فرق الجهد الكلي. أما في التوصيل على التوازي، الشحنة بتتناسب طرديًا مع السعة، فQ1 تساوي C1 في الفي كل، لأن الفي ثابت. مثلًا Q2 بتساوي C2 في الفي كل، وهكذا. ففرق الجهد هو اللي ثابت. فرق الجهد لكل مكثف في حالة التوصيل على التوازي بيكون فرق الجهد ثابت، V1 يساوي V2 يساوي V3 يساوي VQ، بيساوي الشحنة على السعة، وهنا هتبقى الشحنة الكلية على السعة الكلية. أما في التوصيل على التوالي بيكون هنا فرق الجهد يتوزع بنسب عكسية مع سعة كل مكثف، فهنا يبقى V1 الشحنة دي ثابتة على C1، V2 الشحنة على C2، V3 يساوي Q على C3، وهكذا. فالشحنة هي اللي ثابتة. الطاقة الكهربائية المختزنة في حالة التوصيل على التوالي، احنا قلنا الشحنة ثابتة، فنستخدم قانون نص كيو تربيع على، في المكثف الأول نقول على C1 تناسب عكس U2 مثلا، نص كيو تربيع على C2، وهكذا. أما في التوصيل على التوازي ففرق الجهد ثابت، فرق الجهد ثابت، يبقى يستخدم قانون نص سي في تربيع، نص سي في تربيع، فهنا U1 فهتبقى نص C1 في تربيع، U2 نص C2 في تربيع، حيث أن هنا الفي إيه اللي ثابت. يبقى إحنا هنا لو طلب مني الطاقة المختزنة في كل مكثف على حدة. أما لو طلب مني الطاقة الكهربائية الكلية المختزنة، ممكن استخدم القانونين حسب معطيات المسألة. فلو موجودة الشحنة الكلية والسعة الكلية وفرق الجهد الكلي، أقدر أحسب بالقانون ده أو بالقانون ده. بس لو طلب مني الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفين معا، نأخذ بعض المسائل الموضوعية. مكثفان هوائيان، سعة المكثف الأول تساوي مثلي سعة المكثف الثاني، يعني C1 تساوي 2C2، متصلان على التوالي. نركز، متصلان على التوالي. فإذا كانت شحنة المكثف الأول 5 مايكرو كولوم، فإن شحنة المكثف الثاني بتساوي في التوصيل على التوالي Q1 يساوي Q2 يساوي Q3 يساوي Q2. يعني هنا لو كانت شحنة المكثف الأول 5 مايكرو كولوم، يبقى شحنة المكثف الثاني 5 مايكرو كولوم. 3 مكثفات متساوية السعة وصلت على التوالي، فكانت السعة المكافأة CQ 0.4 مايكروفاراد، فإن سعة كل منها بوحدة المايكروفاراد. عندنا قلنا في حالة تساوي السعة ممكن استخدم القانون CQ بيساوي قيمة إحداهم على عدده. طيب السعة المكافأة نعوض مع بعض، 4 من 10 و سي إحداهم مجهولة وعددهم 3. نحسب بطريقة الآلة الحاسبة أو ضرب تقاطعي، هتطلع سعة كل مكثف ب1.2 مايكرو فراد. 4 مكثفات متساوية، متساوية السعة وصلت على التوازي، فكانت السعة المكافأة 0.4 مايكرو فراد، فإن سعة كل منها بوحدة المايكرو فراد. في حالة التوصيل على التوازي والسعة متساوية، نستخدم قانون CQ بيساوي قيمة إحداهم ضرب عدده. السعة المكافأة ب0.4، قيمة إحداهم مجهولة، عددهم 4. هنقسم 4 من 10 على 4،
هتطلع معايا سعة كل مكثف 0.1 مايكرو فاراد. في الشكل المقابل عاوزين العلاقة الصحيحة. هنا توصيل المكثفات اللي قدامي، توصيل على التوالي ولا على التوازي؟ لو بصينا هنا كويس، التوصيل هنا على التوالي وليس التوازي، لأن لو على التوازي كنت خليت البطارية تحت المكثفين، بحيث يبقى الطرف ده والطرف ده مثلا بالقطب السالب، والطرف ده والطرف ده مثلا بالقطب الموجب. أمال كده توصيل على التوالي. طيب في حالة التوصيل على التوالي، مين اللي ثابت ومين اللي بيتجزأ؟ اللي ثابت هنا في التوصيل على التوالي كمية الشحنة، فعندنا دي هنا دي غلط ودي غلط، هناخد واحدة من الاتنين دول، كمية الشحنة، يبقى Q1 تساوي Q2. طيب بالنسبة لفرق الجهد، وإن فرق الجهد بتتوزع بنسب عكسية على سعة كل مكثف، يعني لو جينا قلنا مثلا C2 على C1 يساوي V1 على V2. طب لو جينا عوضنا، عندنا V1 V2 ننزلهم زي ما هي، نشوف السعة، السعة هنا ب12 والسعة دي 4، نعمل ضرب تقاطعي، هتطلع معانا V1 12 في V2 على 4. لو احنا هنا اختصرنا ال 12 تضيع الأربعة تقعد 3 فوق، يبقى هيتبقى كام؟ V1 يساوي 3V2، يبقى هنختار إن Q1 تساوي Q2 V1 تساوي 3V2، يعني هنا فرق الجهد يتوزع بنسب عكسيا مع كل سعة، فالسعة التانية كد الأولى 3 مرات، ولذلك فرق الجهد الأول هيكون كد الفرق الجهد الثاني 3 مرات. هناخد عاد المسائل المقالية. وصل مكثفان سعتهم 2 مايكروفاراد، اعتبر ده C1 و6 مايكروفاراد ده C2 على التوازي بمصدر فرق الجهد بتاعه 10 فولت. عاوز السعة المكافأة للمكثفين. في حالة التوصيل على التوازي، السعة المكافأة CQ يساوي C1 زائد C2، نجمع مباشرة 2 زائد 6 هتطلع ب8 مايكروفاراد. ممكن تحولها بالفراد، تقول 8 ضرب 10 أس سالب 6، لو محولتش مفيش مشكلة. شحنة كل من المكثفين، يعني عاوز Q1 والQ2. في حالة التوصيل على التوازي الشحنة بتتغير، فاحنا هنا الكيو بتساوي السي ضرب الفي، بس هنا Q1 C1 الفي ثابتة، ونعوض 2 ضرب فرق الجهد ب10، هتطلع معانا 20 مايكرو كولوم، أو نقول 20 ضرب 10 أس سالب 6 كولوم. الQ2 بتساوي C2 في الفي، ونعوض الساعة التانية ب6 ضرب فرق الجهد ثابت ب10، هيطلع معانا الQ2 60 مايكرو كولوم، أو 60 ضرب 10 أس سالب 6 كولوم. مسألة أخرى، وصل مكثفان C1 2 مايكرو فراد و4 مايكرو فراد على التوازي مع مصدر جهد مستمر، الجهد بتاعه V مجهول، بحيث أصبحت الشحنة الكلية للمكثفين اللي هو Q EQ الشحنة الكلية 400 مايكرو كولوم. عاوز السعة المكافأة، قلنا في التوصيل على التوازي السعة المكافأة نجمعهم C1 زائد C2، نجمع 4 زائد 2 هتطلع ب6 مايكرو فراد، أو 6 ضرب 10 أس سالب 6 فراد. طيب فرق الجهد، فرق الجهد أجيبه إزاي؟ أنا عندي السعة الكلية والشحنة الكلية، أجيب منها فرق الجهد الكلي، الفي بتساوي الكيو على السي، فادي هنا V1 يساوي V2 يساوي الفي توتال، لأن هنا فرق الجهد ثابت في التوصيل على التوازي، تساوي الشحنة الكلية على السعة الكلية، الشحنة الكلية موجودة ب400 على السعة الكلية جبناها 6، هتطلع معانا فرق الجهد الكلي 66.66 فولت. يبقى إذن الفي خلاص عرفناها 66.66 فولت. شحنة كل مكثف زي ما قلنا الشحنة بتتجزأ، فاحنا هنحسب الQ1 C1 في الفي. عندنا احنا السي الأولاني ب2، وفرق الجهد زي ما جبناه ثابت 66.66، هيطلع معانا الQ1 133.32 مايكرو كولوم، أو أضرب الرقم في 10 أس سالب 6،
ال Q2 هيساوي C2 في ال V، ونعوض 4 ضرب 66.66، هتطلع معانا ال Q2 266.6 مايكرو كولوم، أو نضرب الرقم في 10 أس سالب 6. هنا التحويلات مش لازم، سواء جبت بالمايكرو فراد أو بالمايكرو كولوم مفيش مشكلة، بس لازم أحول، لو أحول السعة أو أحول الشحنة للوحدة الدولية لو أنا طلب مني الطاقة الكهربائية المختزنة. طيب أنا عاوز أحسب الطاقة الكهربائية المختزنة بين لوحي كل مكثف، يعني عاوز اليو 1 واليو 2. عندنا اليو 1 هنا فرق الجهد ثابت، يبقى هستخدم قانون زي ما قلنا، اليو 1 بيساوي نص سي 1 في تربيع، لأن هنا فرق الجهد ثابت، ونعوض نص، والسعة لازم هنا عاد نحولها 2 وأضرب في 10 أس سالب 6 عشان أحولها للفراد، في فرق الجهد 66.66 تربيع. هتطلع معانا الطاقة بوحدة الجول 4.44 × 10³ جول. اليو 2 نفس القانون بس هنخليها السي 2، ونعوض نص ضرب السعة الثانية 4 ضرب 10 سالب 6، فرق الجهد 66.66 تربيع. هتطلع معانا اليو 2 8.88 × 10³ جول. مسألة أخرى وردت في امتحان سابق، عندي هنا 3 مكثفات متصلة على التوازي، سعة كل منها 4 مايكروفراد، 2 مايكروفراد، 6 مايكروفراد، فرق الجهد بتاع المصدر 10 فولت. عاوزين السعة المكافئة. في حالة التوصيل على التوازي بنجمع على طول CQ بيساوي C1 زائد C2 زائد C3، نجمع 4 زائد 2 زائد 6، هيطلع معانا 12 مايكروفراد. لو عاوز تخليها بالمايكروفراد ما فيش مشكلة، لو عاوز تضرب في 10 سالب 6 وتخليها بالفراد ما فيش مشكلة. عاوز شدة المجال الكهربائي بين لوحي المكثف C2 إذا كان البعد اللي هو دي 3 سم. أولا البعد لازم نحول من السنت للمتر، أقسم على 100، هتكون 3 من 100. طب إيه قانون شدة المجال؟ الـ E بتساوي الـ V على الـ D، فرق الجهد ثابت. فالـ V هنا بتاع البطارية هو الـ V1، هو نفس الـ V2، هو نفس الـ V3، يساوي 10. يبقى هنعوض 10 فوق و3 من 100 تحت اللي هو البعد، هتطلع معانا الـ E بـ 333.33 نيوتن على كولوم أو فولت على متر. المطلوب الثالث، عاوزين الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثف C2. هنا توصيل على التوازي، يعني فرق الجهد ثابت، يبقى استخدم القانون U2 بيساوي نص C2 في الـ V تربيع. هنعوض نص، زي ما قلت لك لما اجي احسب الطاقة لازم تكون السعة أو الشحنة بالوحدات الدولية، يعني لازم أحول السعة، فين C2 اللي هو ب2، نحولها 2 ضرب 10 أس سالب 6 ضرب الـ V اللي هو 10 تربيع، هتطلع معانا اليو بوحدة الجول. مسألة أخرى في امتحان برضو مدينا هنا C1 وC2، عاوز السعة المكافأة، نجمعهم. شحنة المكثف الأول هنقول الـ Q1 بيساوي C1 في الـ V، الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثف الأول هنقول الـ U1 بيساوي نص C1 V تربيع، لأن فرق الجهد ثابت. مسألة أخرى برضو نفس الفكرة، هناخد بعد كده مسائل على التوصيل على التوالي. ناخد دي مسألة في كتاب المدرسة، مكثف سعته 2 مايكروفراد متصل على التوالي بمكثف آخر سعته 6 مايكروفراد، وهنا فرق الجهد بتاع البطارية 20 فولت. عاوز السعة المكافأة. في حالة التوصيل على التوالي هنقول 1 على CQ يساوي 1 على C1 زائد 1 على C2، ونعوض 1 على 2 زائد 1 على 6 بطريقة الألحاد، بنقول 1 على X ونكتب الأرقام، هتطلع معانا السعة المكافأة مباشرة بـ1.5 مايكروفراد أو 1.5 ضرب 10 أس سالب 6 فراد. ممكن تجمع عادي وبعد كده تقلب الرقم، لو أنت هتحسبها بالطريقة العادية 1 زائد 2 زائد 1 على 6 يطلع لك رقم، نقلبها يطلع معانا السعة المكافأة. عاوز الشحنة وفرق الجهد لكل مكثف. في حالة التوصيل على التوالي احنا قلنا الشحنة ثابتة،
Q1 تساوي Q2 تساوي Q3 تساوي الكيو توتال، بتساوي السي كلي ضرب الفي كلي. السي كلي انا حسبتها 1.5 والفي توتال ب20، هتطلع هنا كمية الشحنة 30 مايكرو كولوم أو 30 ضرب 10 أس سالب 6 كولوم. فرق الجهد هو اللي بيتوزع بنسب عكسية على كل سعة، فاحنا هنحسب ال V1 كيو كلي على C1 أو الكيو على C1 لأن الشحنة ثابتة. الكيو عندنا ب30 والسعة الأولى ب2، هتطلع ال V1 15 فولت. ال V2 كيو على C2 شحنة ثابتة 30 على الساعة الثانية ب6، يطلع معانا ال V2 ب5 فولت. أتأكد من حل إزاي؟ لو جمعت ال V1 زاد ال V2 15 زاد 5 يطلع 20 فولت، وأدي هنا فرق الجهد الكلي 20 فولت. ففي حالة التوصيل على التوالي ال V total يساوي ال V1 زاد ال V2 زاد ال V3 زائد وهكذا. فإحنا هنا لو جمعنا فرقين الجهد هيطلع يساوي فرق الجهد الكلي. مسألة أخرى وردت في امتحان سابق، وصل مكثفان سعتهم عندنا هنا 5 مايكرو فراد 20 مايكرو فراد على التوالي بمصدر فرق الجهد 6. عاوز السعة المكافئة، 1 على سي كيو يساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2، 1 على 5 زائد 1 على 20. طريقة الحسبة نقول 1 على المجهول، هتطلع معانا السي مباشرة السي كلي 4 مايكرو فراد، وهنا لازم السعة المكافئة تطلع أصغر من أصغر سعة، يعني أصغر من الخمسة، فطلعت 4. شحنة كل من المكثفين في حالة التوصيل على التوالي الشحنة ثابتة، Q1 يساوي Q2 يساوي Q2 تساوي السعة المكافئة في فرق الجهد الكلي. السعة المكافئة جبناها 4، فرق الجهد ب6، هتطلع هنا Q1 يساوي Q2 يساوي Q2 بيساوي 24 مايكرو كولوم أو 24 ضرب 10 أس سالب 6 كولوم. المطلوب الثالث، مطلوب الطاقة الكهربية المختزنة في المكثفين معا، يعني الطاقة الكهربائية الكلية. هنا لما يقول لي احسب الطاقة الكهربائية الكلية، ممكن استخدم قانونيا الطاقة الكهربائية. عندنا احنا هنا طالما الشحنة ثابتة استخدم القانون اللي أنا عارفه اللي هو اليو بيساوي نص كيو تربيع على سي، وهنا دي مكافأة ودي مكافأة. زي ما قلت لك في الطاقة الكهربائية لما اجي احسبها لازم احول الشحنة من المايكرو كولوم للكولوم اضرب في 10 سالب 6، والساعة من المايكرو فراد للفراد اضرب في 10 اس سالب 6، نعوض نص، افتح قوس 24 ضرب 10 سالب 6 اللي هي كمية الشحنة الكلي تربيع، والساعة اللي هي الساعة المكافأة 4 ضرب 10 اس سالب 6 نحسبها، هتطلع معانا 7.2 ضرب 10 سالب 5 جول. ممكن تحسبها بالقانون الثاني، هنقول يو مكافئ بيساوي نص سي كلي في تربيع، هنعوض نص السي مكافئ اللي هو 4 ضرب 10 أس سالب 6 في الفي هنا موجودة اللي هي 6، هنخليها 6 تربيع، هتحسبها تطلع برضو بنفس الرقم. مسألة أخرى وردت في امتحان سابق برضو مدينا مكثفان متصلان على التوالي، عاوز السعة المكافأة نحسب السعة المكافأة، بعدين عاوز الطاقة الكهربية المختزنة في المكثفين، أحسب الشحنة في الأول وبعد كده أحسب الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثفين، في المكثف الأول والمكثف الثاني. مسألة أخرى برضو في امتحان سابق عندنا مكثفان متصلان على التوالي، عاوزين السعة المكافأة نحسب السعة المكافأة ونحسب شحنة كل من المكثفين Q1 يساوي Q2 لأن الشحنة ثابتة يساوي السعة المكافأة في فرق الجهد الكلي. برضو هنا نفس الفكرة. مسألة أخرى وردت في امتحان سابق، مكثفان متصلان كما بالشكل المجاور، ما قالناش توالي ولا توازي، طالما المكثفات جنب بعض هنا يبقى مكثفات متصلة على التوالي. إذا شحنة المجموعة بشحنة كلية يعني الشحنة الكلية 72 مايكرو كولوم، احسب فرق الجهد الكلي بين طرفي المجموعة. طالما أنا عندي عدة مكثفات لازم أجيب السعة المكافأة، وهنا متصلين على التوالي 1 على سي كيو يساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2، 1 على 3 زائد 1 على 6،
انا اعوض واحد على اكس، وبطريقة الالحاز بنطلع الساعة المكافأة تطلع معانا باتنين مايكرو فراد او 2 × 10^6 فراد. بعد كده نجيب فرق الجهد الكلي، ال V بيساوي ال Q على ال C كله. هنا V كلي، شحنة كلية، سعة مكافأة او سعة كلية. نعوض 72 على 2 يطلع معانا فرق الجهد الكلي 36 فولت. بعد كده عاوز الطاقة الكهربائية المختزنة في المجموعة، يعني عاوز اليو توتال، الطاقة الكلية. زي ما قلت لك لو جيت عاوز احسب الطاقة الكلية ممكن احسبها باكتر من قانون. عندنا موجود الشحنة الكلية، والشحنة ثابتة في التوصيل على التوالي، فممكن استخدم القانون اليو بتساوي نص كيو تربيع على سي. وهنا الطاقة الكلية، الشحنة الكلية، السعة الكلية، ونعوض نص. لازم نحول الشحنة من المايكرو كولوم للكولوم، نضرب في 10^6. إذن هتكون 72 × 10^6 الكل تربيع. والسعة المكافأة لازم أحولها 2 × 10^6. ممكن أحسبها بالقانون الثاني، اليو بيساوي نص سي في تربيع، وهنا مكافأ وهنا مكافأ وهنا مكافأ. نص السعة الكلية برضه 2 × 10^6، في فرق الجهد 36 الكل تربيع، هيطلعوا الاتنين بنفس الرقم 1.296 × 10^3 جول. هناخد بعد كده، احنا خدنا توصيل على التوالي، خدنا توصيل على التوازي، هناخد اللي هو توصيل على التوالي والتوازي معا. عندنا 3 مكثفات، سعة الأول 4 مايكروفراد، الثاني 12 مايكروفراد، الثالث 2 مايكروفراد. الأول والثاني متصلين مع بعض على التوالي. نحسب في الأول السعة المكافأة ليهم، وليكن هنسميها سي شرطة. يبقى 1 على السي شرطة يساوي 1 على السي1 + 1 على السي2. نعوض 1 على 4 + 1 على 12، ونطلع السعة المكافأة ليهم، هتطلع معانا ب3 مايكروفراد. كأننا هنشيل السي 1 والسي 2 ونحط مكانهم السي شرطة. طب السي شرطة متصلة مع سي 3 على التوازي، يبقى هنحسب الساعة المكافأة ليهم، سي كيو بيساوي سي شرطة زائد سي 3. السي شرطة جبتها ب3 مايكروفراد، والسي 3 بكام؟ ب2 مايكروفراد. هتطلع معانا السي كيو ب5 مايكروفراد. المطلوب الثاني، عاوز الشحنة الكهربائية للمكثف سي 3. الشحنة هي عبارة عن ايه؟ قانون الشحنة. المطلوب الثاني الشحنة الكهربية للمكثف سي 3. عندنا احنا هنا المكثف سي 3 متصل بالمجموعة اللي فوق على التوازي، يبقى هنا فرق الجهد ثابت، بس هنا الشحنة بتختلف من فرع إلى آخر. فهنا الكيو 3 بتساوي سي 3 في الفي، يعني هنا فرق الجهد ثابت. السي 3 بكام؟ موجودة 2، وعندنا الفي اللي هو موجود بكام؟ ب10. هتطلع معانا الكيو 3 ب20 مايكرو كولوم، أو 20 × 10^6 كولوم. مسألة أخرى في الكتاب، احسب السعة المكافأة لمجموعة المكثفات. أنا عندي هنا 4 مكثفات، C1 وC2 وC3 وC4. في الأول نحاول نختصر الدائرة، عندنا C1 والC2 متصلان على التوالي، فنحسب السعة المكافأة لهم، وليكن نسميها سي شرطة. فنقول هنا توصيل على التوالي، يعني 1 على سي شرطة يساوي 1 على سي1 + 1 على السي2. ونعوض 1 على السي1 ب60 والسي2 ب20. هنقول 1 على اكس بطريقة الحاسبة، ونجيب الاكس تطلع معانا السي شرطة 15 مايكرو فرا. يبقى اختصرنا دي وسميناها سي شرطة. بعدين السي شرطة متصلة مع السي 3 على التوازي، فنحسب السعة المكافأة لهم، وليكن نسميها سي شرطتين. فنجمعهم سي شرطتين، كأنها تساوي سي شرطة زائد سي رقم 3. فنجمع 15 + سي 3 9، تطلع معنا سي شرطتين ب24 مايكرو فراد. كأننا اختصرنا ده كلهم وسميناها سي شرطتين، متصلة مع السي 4 على التوالي. فنقول السعة المكافأة ليهم 1 على سي كيو يساوي 1 على سي شرطتين + 1 على سي رقم 4. و
ونعوض 1 على 24 زائد 1 على 12 بطريقة الحاسبة، نقول 1 على x نحسب بطريقة الحاسبة، هتطلع معانا السعة المكافأة 8 مايكرو فراد. مسألة أخرى في الكتاب: وصلت ثلاثة مكثفات 3 مايكرو فراد 6 مايكرو فراد 2 مايكرو فراد بمصدر جهد 10 فولت، عاوزين السعة المكافأة. زي ما احنا خدنا قبل كده ان السي 1 والسي 2 متصلان على التوالي، نحسب السعة المكافأة وليكن نسميها سي شرطة، 1 على السي شرطة بيساوي 1 على السي 1 زائد 1 على السي 2، ونعوض 1 على 3 زائد 1 على 6 بطريقة الألحاد بنطلع السي شرطة. بعد كده السي شرطة متصلة مع السي رقم 3 على التوازي، فالسعة المكافأة نجمعهم سي شرطة زائد سي 3، هنجمع 2 زائد 2 هتطلع معانا السعة المكافأة بأربعة مايكرو فاراد أو 4 × 10 س سالب 6 فاراد. بعد كده عاوز الشحنة الكهربائية كيو وفرق الجهد لكل مكثف. في الأول نشوف الشحنة، عندنا احنا هنا السي 1 والسي 2 شحنتهم واحدة لأن دول موصلين على التوالي، فأنا عندي الكيو 1 تساوي الكيو 2 تساوي السي في الفي. طب أي سعة؟ السعة المكافأة ليهم هما بس، سي شرطة ضرب الفي عندنا اللي هو الفي توتال. هنعوض كيو 1 يساوي الكيو 2 السعة المكافأة للدول اللي هما السي شرطة باتنين ضرب فرق الجهد بعشرة، هتطلع معانا الكيو 1 تساوي الكيو 2 تساوي 20 مايكرو كولوم أو 20 × 10 س سالب 6 كولوم. طيب الكيو 3، الكيو 3 بتساوي السي 3 ضرب الفي، السي 3 بكام؟ ب2 ضرب الفي ب10، تطلع معانا برضو الكيو رقم 3 كيو 3 20 مايكرو كولوم او 20 × 10 اس سالب 6. نفس المسألة عاوزين ايه؟ فرق الجهد لكل مكثف. فرق الجهد لكل مكثف هنا انا عندي الفي 1 هتساوي الشحنة اللي هي كيو 1 على السي 1، الكيو 1 احنا حسبناه ب20 والسعة الأولى ب3، هيطلع معانا الفي 1 6.66 فولت. طيب والفي 2 برضه هيساوي الكيو 2 اللي هي نفسها بتساوي الكيو 1 على السي 2، عندنا الكيو 2 برضه ب20 على السعة الثانية ب6، هتطلع معانا الفي 2 3.33 فولت. طيب الفي 3 ممكن ما نحسبهاش لان الفي 3 كانها متصله على التوازي هنا مع البطاريه، فكان الفي 3 بيساوي 10 فولت، او ممكن نحسبها من القانون الفي 3 كيو 3 على سي 3، الكيو 3 ب20 على السي 3 ب2، هتطلع معانا الفي 3 ب10 فولت. فهنا الفرق دول المجموعة كلهم متصلين على التوازي، فالمفترض الاثنين دول يساوي 10، في 1 وفي 2 يساوي 10، لو جمعتهم يساوي 10، والفي 3 يساوي 10، وهما يساوي فرق جهد البطارية في الآخر 10، فهنا الفي 1 والفي 2 مجموعهم 10 فعلا، وهنا الفي 3 ب10 ومتصلين بالبطارية اللي هي قيمتها 10 فولت. عاوز الطاقة الكهربية المختزنة بين لوحي المكثف سي 2. طيب عندنا هنا السي 2 ده متصلين على التوالي، يعني الشحنة هنا هي اللي ثابتة، فهنعوض بالقانون اليو 2 بيساوي نص كيو تربيع على سي 2، نعوض نص، زي ما قلت لك الشحنة لازم نحولها من المايكرو كولوم للكولوم، نضرب في 10 سالب 6 وهي 20، يبقى 20 × 10 سالب 6، والساعة السي 2 6، نحولها من المايكرو فراد للفراد، نضرب في 10 سالب 6، هتطلع معانا الطاقة بوحدة الجول. مسألة أخرى في الكتاب: وصلت مجموعة من المكثفات، عند أربع مكثفات سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 مصدر جهد مستمر 48 فولت كما هو موضح بالشكل، عاوزين السعة المكافأة. في الأول أنا عندي سي 1 وسي 3 متصلان على التوالي، سي 2 وسي 4 متصلان على التوالي، نحسب كل واحد منهم وبعدين نشوف. هنعتبر السعة المكافأة للسي 1 والسي 3 هنسميها سي شرطة، فهنقول 1 على سي شرطة
يساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 3، ونعوض 1 على 2 والسي 3 1 على 2، هتطلع معانا الساعة المكافئة بواحد مايكرو فرد. طيب نشوف الساعة المكافئة للسي 2 وسي 4، عندنا برضو متصلان على التوالي، وليكن نسميها سي شرطتين، يبقى 1 على سي شرطتين يساوي 1 على سي 2 زائد 1 على سي 4، ونعوض 1 على 6 و1 على 3. طريقة الحسب نحسبها تطلع معانا الساعة المكافئة 2 مايكرو فرد. بعد ما حسبنا السي شرطة اللي هما الفرع اللي فوق والسي شرطتين الفرع اللي تحت، ده كأنهم متصلان على التوازي، فالساعة المكافأة بتاعتها نجمعهم، يبقى هنا سي شرطة زائد سي شرطتين 1 زائد 2، هتطلع الساعة المكافأة 3 مايكرو فاراد. عاوز الشحنة الكهربائية وفرق الجهد على كل مكثف. نشوف في الأول الشحنة الكهربائية، عندنا الشحنة الكهربائية نلاحظ هنا سي 1 وسي 3 متصلان على التوالي، فالشحنة بتاعتهم واحدة، فهنقول الكيو 1 تساوي الكيو 3 تساوي السي في الفي، السي هنا الساعة المكافئة ليهم اللي هي سي شرطة في الفي، الفي توتال، نعوض الساعة المكافئة اللي هي سي شرطة بواحد ضرب 48، هتطلع معانا الكيو 1 تساوي الكيو 3 هتساوي 48 مايكرو كولوم، أو 48 ضرب 10 أس سالب 6 كولوم. والكيو 2 والكيو 4 نفس بعض لأن متصلان على التوالي، يبقى كيو 2 تساوي الكيو 4 تساوي السي في الفي، السي هنا سي اللي هي المجموعة بتاعتهم سي شرطتين ضرب الفي توتال، نعوض 2 ضرب 48 هتطلع معانا ب 96 مايكرو كولوم، أو 96 ضرب 10 أس سالب 6 كولوم. نفس المسألة هنحسب فرق الجهد على كل مكثف. الفي 1 يساوي الكيو 1 على السي 1. الكيو احنا حسبناها 48 على الساعة الأولى ب2، هيطلع معانا الفي 1 24 فولت. هنحسب فرق الجهد اللي هو الفي 3 لأن معاه مع السي 1 في نفس المجموعة نفس الطرف، فاحنا هنقول الفي 3 تساوي كيو 3 على سي 3. الكيو 3 هي نفسها ب 48 يعني متصلين على التوالي، بس الساعة بكام؟ الساعة هنا ب 2، هيطلع معانا في 3 24 فولت. لو ركزت كده وجمعت ال 24 مع ال 24 هتطلع ب 48 فولت، لازم يطلع ده مجموعهم يساوي 48 فولت بتاع البطارية. طيب تعالى ناخد اللي هو ال V2 وال V4. ال V2 كيو 2 على سي 2، نعوض الكيو 2 طلعت ب 96 على السي 2 بكام؟ 6، تطلع معانا الفي 2 ب 16 فولت. طيب الفي 4 كيو 4 على سي 4 96 على 3، تطلع معانا الفي 4 32 فولت. لو جمعت 16 و32 لازم تطلع 48 فولت اللي هو فرق الجهد الكلي. بعد كده عاوز الطاقة الكهربائية المختزنة على المكثف سي 2 بعد شحنه. يعني السي 2 السي 2 هنا عندنا بعد ما الشحن يعني بقت الشحنة ثابتة، فأعوض في القانون نص كيو تربيع على سي، وهنا 2 لأن عاوز المكثف الثاني. طيب نص، لازم نحول الشحنة من المايكرو كولوم للكولوم. طيب الشحنة هنا في المكثف الثاني قلنا دي ثابتة اللي هي بكام؟ بستة وتسعين ضرب 10 سالب 6، والساعة بتاعته 6 ضرب 10 سالب 6، هنطلع الطاقة بوحدة الجول. بكده نكون أخذنا مسائل متنوعة على توصيل المكثفات على التوالي أو على التوازي أو على التوالي والتوازي مع بعض من كتاب المدرسة ومن الامتحانات السابقة. المرة الجاية هندخل في المجال المغناطيسي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.